أخطأ من قال إنه أي شيء في أمريكا غير مسيس، لأنه الصواب إنه كل شيء في أمريكا مسيس جدا. يعني محكمة كولورادو اللي قضت الأسبوع اللي فات بأنه دونالد ترامب ما يدخلش الانتخابات الرئاسية القادمة، هي كانت محكمة الحقيقة مسيسة، وقرارها كان بالغ التسييس لدرجة أنه كان صارخ التسييس. يجي بعد كده دونالد ترامب يلجأ للمحكمة العليا في ميتشيغان، فاللي تقول لا، له كل الحق في أن يستمر وأن يترشح إن أراد وما إلى ذلك. السؤال، هل ده برضو قرار مسيس؟ ما هو ده برضو هنا سؤال. طيب الحاجة الثالثة، لما بنيجي نرجع بقى هنا للقضاء الفيدرالي الأمريكي، القضاء الفيدرالي الأمريكي قد يكون الأقل تسييسا، يعني مش للدرجة الصفرية بس هو الأقل تسييسا. هل الوضع القانوني بتاع ترامب يسمح بترشحه؟ لو جيت سألت، وده اللي احنا التمرين اللي عملناه، الاكسرسايز اللي عملناه، لو جيت سألت أي حد مطلع على هذا الشأن الأمريكي قانونيا ودستوريا، يقول لك ترامب من حقه كل الحق أن يترشح للانتخابات وأنه يدخل السباق الرئاسي القادم في 2024. معانا على التليفون دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور إحسان. تحياتي. تحياتنا ليك دكتور إحسان. نتحدث عن تسييس القضاء الأمريكي، فما بين حكم كولورادو الأسبوع اللي فات بعدم جواز ترشح ترامب للانتخابات، تأتي محكمة ميتشيغان لتسمح له بالترشح، هل هذا أيضا قرارا مسيسا لصالح ترامب بعكس القرار المسيس السابق ضد ترامب؟ يعني المشكلة أن هذه الظاهرة الترامبية، ظاهرة دونالد ترامب، هي أزمة شخص، ولكن التعاطي الخاطئ من قبل الحزب الديمقراطي مع هذه الظاهرة جعلها أزمة نظام في هذا البلد. يعني هناك انطباع، كما تفضلت، هناك انطباع أن القانون يستخدم بالسياسة، تسييس القانون، استخدامه كالسلاح. المبدأ العام هو ابتعاد القضاء عن المواضيع السياسية بأكثر، يعني بمحاولة بكل الطرق ابتعاد عن كل موضوع سياسي كي لا يسبق القضاء بصبغة السياسة. ولكن للأسف في مواجهة هذه الظاهرة، وهو مرشح قوي جدا، يعني بايدن ضعيف، فبدل من الديمقراطيين يجدوا شخص آخر يكون مرشح قوي، يحاولون إقصاء المرشح الأبرز الجمهوري وهو دونالد ترامب اليوم.